ولمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ جميل عفيفي مدير تحرير جريدة الأهرام، ضيفي الكريم بعد التحية. السيد الرئيس شهد اليوم الندوة التثقيفية للقوات المسلحة للاحتفال بيوم الشهيد وأثنى على ما قدمته أسر الشهداء من تضحيات، كيف تابعت كلمة السيد الرئيس من حيث الدلالات والرسائل؟ هو بالطبع النهاردة يوم عظيم في تاريخ العسكرية المصرية، هو يوم الشهيد، يوم لولا الشهداء ودماء الشهداء ما كان هناك وطن أصلا. يعني مصر تعرضت للعديد من الحروب والعديد من الأزمات، ولكن كان رجال البواسل يواجهون بصدورهم كل الطلقات اللي بتوجه إلى الدولة المصرية من أجل البقاء الدولة ومن أجل حالة التنمية والبناء داخل الدولة المصرية. فهو في البداية يوم عظيم بالنسبة لمصر. طبعا النهاردة الرئيس كان في كلماته في بدايتها هو تحدث عن الحوارات اللي دارت بينه وبين الأسر المصرية أو أسر الشهداء وهم بيستلموا درع التكريم من السيد الرئيس، وأثنوا على الدولة المصرية وقالوا إن هم هيكونوا فدا الدولة، وحتى الآباء نفسهم قالوا هذا الكلام، قالوا نحن فداء لمصر. فطبعا دي حاجة عظيمة جدا، ده جيل بيسلم جيل من أجل حماية والحفاظ على الدولة المصرية، من أجل تنمية الدولة المصرية. لولا شهداء الحرب على الإرهاب ما كان في تنمية، وما نشهده في مصر في الوقت الحالي من تنمية وعطاء داخل الدولة المصرية. طبعا ده شيء مهم جدا، وده شيء بيؤثر في وعي المواطن المصري ووعي الأسر المصرية طبعا بالكامل بعد هذا الكلام وبعد هذا الحديث اللي دار بين الرئيس وبين أسر الشهداء. وطبعا اليوم يوم عظيم بالنسبة للدولة المصرية، وأيضا ينمي الوعي لدى المواطنين المصريين. احنا دلوقتي في الوقت الحالي الحروب، في طبعا حروب بالعسكرية، ولكن أيضا الحروب الأخرى اللي هي بتؤثر على الاستقرار الدول وبتؤثر على السلم الاجتماعي داخل الدول، اللي هي حرب المعلوماتية وحرب الجيل الرابع والجيل الخامس من شائعات ومن أكاذيب بس من أجل زعزعة واستقرار الدول. فيجب أن يكون عند المواطنين الوعي الكافي من أجل مواجهة هذه الحرب، كما بالضبط رجال القوات المسلحة وشباب مصر وزينة شباب مصر زي ما قال سيادة الرئيس النهاردة بيواجهوا العمليات الإرهابية وبيواجهوا كل ما يهدد الوطن من عمليات عسكرية وبيضحوا في سبيل هذا الوطن. فطبعا النهاردة زي ما بقول إن هو بالفعل يوم عظيم بالنسبة للعسكرية المصرية وللدولة المصرية وعرفان بدور الشهداء من الجيش والشرطة. الأستاذ جميل عفيفي مدير تحرير جريدة الأهرام، شكرا جزيلا لك.